تتويج النادي الرياضي الصفاقسي بكاس تونس نسخه فرحات حشاد اجواء كبيره في ملعب حمادي العقربي برادس بعد هذا الانتصار الهام وتحيه من الاعماق لمستقبل مرسى على المردود على المستوى وعلى وصوله لهذا هذا العرس الختامي اداء ممتاز جدا لكن خبره واقعية النادي الصفاقسي حسمت الموقف الف مبروك مره اخرى لجماهير النادي الصفاقسي على هذا التتويج الجديد تتويج في ظرف صعب يمر به الفريق على المستوى الاداري والمالي لكن عزيمه اللاعبين وايمانهم بامكانياتهم وايضا الوقفه الكبيره لكل ابناء النادي الصفاقسي مكنت الفريق من الوصول لهذا القبل لقب الجديد والمحافظه على كاس تونس للموسم الثاني على التوالي اذا الصور ستبقى خالده في البال فرحه كبيره للاعبين للمسيرين للاطار الفني وبطبيعه الحال للجماهير التي تنقلت من صفاقس الى العاصمه وجماهير سياسات الموجوده في كامل تراب الجمهوريه وايضا موجوده في العاصمه واللي كانت حاضره لمسانده اللاعبين في هذا اليوم الكبير الباش يسجل باحرف من ذهب في تاريخ نادي رياضي الصفاقسي لينضاف الى بقيه التتويجات والمسيره المظفره لواحد من ابرز النوادي التونسيه والعربيه والافريقيه، عصام مرداسي اول حاجه نقول لك الف مبروك على هذا التتويج المستحق لفريق عاصمه الجنوب. شكرا عادل الله يبارك فيك آه، مبروك لكل جماهير نادي الرياضي سفيرسي مبروك للاعبين نادي الرياضي سفيرسي مبروك خاصه للاطار الفني الشاب لنادي الرياضي سفيرسي بقياده كريم دلهوم اللي آه، قام بمجهود كبير لتحضير اللاعبين لل للشيونس هذيا شفنا مباراة كبيرة ضد النادي الافريقي شفنا شوط اول ممتاز ضد مستقبل مرسى شوط ثاني بوتيتر سي تان شوا انه يؤخر يطيح في البلوك ويقبل اللعب ويستغل يحاول يستغل الهجمات المرتدة ولو تسجل هدف او اثنين في الهجمات المرتدة اللي جاوا لنادي الرياضي الصفاقسي نقولوا نجح بنسبة 100% صحيح مستقبل مرسى في الشوط الثاني كان افضل لكن ديما العبرة في الخواتيم الخواتيم هي نادي الرياضي بطل الكأس نسخة فرحات حشيت الكأس هذه طعم خاص هي صحيحة السابعة لكن تحت مسمى مناضل تونسي ذو أصل صفاقسي في ملعب حمادي العقربي هو كيف كيف مناظر رياضي صفاقسي قدام أكثر من عشرين ألف مشجع صفاقسي تحولوا خصيصا من صفاقس وكل المدن التونسية لتشجيع هذا الفريق الشاب اليوم النادي الرياضي صفاقسي بنسبة 90% من مركز تكوين شبان نادي رياضي صفاقسي هذا فخر هذا بحد ذاته انجاز كبير اليوم شفنا اخر تغيير قام به المدرب وكانه يبعث برساله يوسف بشا لاعب عمره 16 سنه بريمير اني جونيور او دوزيام اني كادي يعني هذا ميساج وصلوه للاطار الفني انه اللاعب المستقبل بتاع نادي رياضي في شبانه مره اخرى نادي رياضي صفاقسي ينجح الا باولاده الموسم الفارط عن طريق حمادي الدول موسم هذا عن طريق كريم يعطيك الصحه اكيد الربط المباشر من ملعب رادس وطبعا تصريحات ما بعد اللقاء وما بعد التتويج عصام الزناوي لك الكلمه الصوت مش قاعد يوصل عصام تقنيه ان شاء الله تتحسن الامور ويقع تلافي هذا الخطا ربما الفنيه والتقنيه في انتظار ذلك اكيد انطباعات اوليه وبعد نرجع العصام وبقيه الحضور عثمان يعني نادي فاقسي يحسم الامر منذ نصف ساعه الاولى للمباراه كان حاسم خبه الفريق لعزيمه الفريق وربما الدفع المعنوي الكبير اللي دخلوا به المباراه بعد مسيره ممتازه في مسابقه الكاس اكيد عاد مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي مبروك عصام مبروك الصفاقسيه الكل آه كيف كيف زاد مبروك نسمح لنفسي باش نقول مبروك للنادي للمستقبل الرياضي بالمرسى هذا الفريق اللي اللي بصراحه معناتها ما عندوش مناش يخجل قدم آه خاصه في ال... في النهائي 45 دقيقه ثانيه معناتها من طراز عالي صحيح معناتها نادي الصفاقسي في المباراة تدخل في الجستيون تاع الماتش بعد اثنين بلاش في الميتون لكن المستقبل الرياضي بالمرسى برهن على احقيته بالوصول للنهائي كاس تونس مره اخرى مبروك التواجد نتاعهم في نهايه الامر الخبره والكاليتي نتاع الملاعبيه هما اللي عملت الفرق في مباراه كما شفنا معناتها صحيح ممكن ما تتلعبش خاطر نادي رياضي السياقسي خير نرجع سامحني بعد اذنك نرجع لعصام الزناوي معنا على المباشر تفضل عصام آه مرحبا بك عادل من جديد نعتذر على صوت ما وصلش معنا طارق سالم طارق يظهر لي لقب مستحق للملعبيه ذي سورتو بعد فتره صعيبه عاش نادي الرياضي السياقي تتويج مهم لبقيه المشوار اكيد بالحق معناتها سورتو الفترة اللي فاتت والبريباراسيون معناتها ما كانتش سهلة معناتها كانت فترة انتقالية ما فماش مسؤولين وهيئة تسيرية كانت الحقيقة صعيبة معناها لكن الحمد لله معنا شهر ونص الملاعبية سورتو معناها اللي صبروا رغم الظروف ورغم الواحد الظروف الكل صبروا وخدموا بالباهي الحمد لله ربي اكرمنا من مقابلة الافريقي مقابلة اليوم كانت أصعب سور لو مونتال على خاطر الحقيقة بعد ما تزيح الافريقي في رادس وتشوف الجماهير هذه الكل جاي الحقيقه كانت علينا بريسيون كبيره لكن الحمد لله كانوا في المستوى وتحملوا الضغط الحمد لله ربي اكرمنا بالكاس هذه اللي فما ملاعبيه اللي كبار يمكن معناتها احسن حاجه في نهايه مشوارهم فما ملاعبيه واكثر ملاعبيه واغلبهم ممكن عند برشا ملاعبيه عندهم اول فينال ما انت تبدا كاريرك بكوب حاجه حاجه باهيه برشا للملاعب يولي مستانس بالتيتروات ومستانس بالضغط وهذاك هو اللي يلزمه في جمعيه كبيره كما نادي صفاقس نادي صفاقس يولد ديما بجواراتها ديما تطلع ملاعبيه مالغري الكريز وما نعمل الانتداب شفنا ملاعبيه صغار تحكي عليهم لي ما, اكثرش من الميساج هذايا المسؤولين نادي رياضي صفاقسي باش يتلموا سورتو على الكيب هذايا كوما معناتها ما فماش حل الفرق الكل معناتها النادي الصفاقسي والفرق التونسيه الكل الا في التكوين انه تشوف معناتها الملاعبيه توا في العالم أنت ولات قدراتنا الماديه ما عادش ما عادش تنجم تجيب ملاعبيه ممتازين معناتها قاعدين نجيبوا في ملاعبيه متوسطين لا بالعكس معناتها الحل حسب رايي في التكوين الملاعبيه اللي يبدا متكون في النادي يبدا عنده كل الحب الانتماء وكل الجرين اللي يلعب بها ممكن هذيك تنجم تنجم تربحك في في برشا القاب دونك الحمد لله معناتها اليوم الشبان هذوما بداوا بتيتر ان شاء الله ان شاء الله مازالت قدام برشا وبرشا خدمه لانه راهو الكره في صحيفة معناها عاد كبينا نبداو الشامبيون ننساو الكوب ونبداو الشامبيون لازم ديما معناتها الساقين على القاعه يخدموا يتحسنوا ورب ان شاء الله يجيبنا في الصواب يعطيك الصحه طارق معنا عبد الله العمري عبد الله ماتش كبير نجم نقولوا تحسن من نص ساعه لعب في الصفاقسي بطل ملغري الصعوبات اللي صارت مع بدايه الموسم والتحضيرات وكل شيء الحمد لله يا ربي ولا اول حاجه ماتش ما كان سهل عرفنا نستغلوا لي زوكاسيون لي جونا من الاول ما لقينا زبونتو نتصور وفينا الماتش من نص ساعه لعب كملنا عرفنا نجريو في الماتش الحمد لله ربي نهديو الانتصار هذا جماهير نادي الرياضي والحمد لله يا رب الحمد لله صح عادل خليك ديما معنا معنا النصراوي واحد من الملعبية اللي قدم في موسم محترم في دفاع النادي الرياضي الصفاقسي لقب يضر مستحق وجمهور نادي الرياضي الصفاقسي اللي تحول بعد كبيره لملعب رادس روح فرحان الحمد لله ربي انا نشكر نادي الانتصار هذا الجمهور اللي جاء سندنا في في رادس الحمد لله يا ربي ماشي ما كان سهل تعبنا عليه عنا من عمناه ونتعب عليه باش ناخذ الكوب هذا الحمد لله يا ربي تعبنا ما مشاش خساره وكان ان شاء الله ديما من حسن لاحسن وان شاء الله ربي معنا لي وليدات صغار برشا شكوا فيهم لكن كانوا عند الموعد لي تيتر مستحق للنادي هذا والله الحمد لله ربي من الاول ما كانوا كانوا شاكين فينا باش نوصلوا باش نتعداو الكلوب ونوصلوا فينال ونهزوا الكوب اما الحمد لله ربي الخدمه تجيب حاجه ما كانت تستاهل كاو خدمنا على رواحنا ربي جزانا بالتعب متاعنا الحمد لله ربي كاو ان شاء الله ربي معنا يعطيك الصحة عاد نرجع لك بالصورة والصوت في انتظار تصريحات أخرى أنا مازلنا نتنقلوا على حافة الميدان طبعا في انتظار العودة إلى الياس بن صالح ومتابعة مراسم تتويج النادي صفاقسي بكأس تونس نسخة فرحة حشاد صبري أكيد مردود ممتاز لمستقبل مرسى برافو على المردود على المستوى وعلى الوصول إلى هذا النهائي شنو كان نقص القنويه اليوم في مواجهة النادي صفاقسي مبروك لنادي الصفاقسي ان شاء الله مبروك على الجماهير مبروك لهم الاميره واللقب هذا بالنسبه للمستقبل الرياضي بمرسى انا فرحان برشا بالفريق هذا فرحان برشا بعديد اللاعبين اللي وراو معناتها اللي هما ينجموا يلعبوا في مستوى عالي فما حاجات تروشيكات صغار في الفريق يعني ان شاء الله سي سفيان الحدوسي يعرف هذا ان شاء الله بعد هالمباراه هذي والمباريات اللي كانت معناتها قبل المباراة هذه فيهم المباراة الودية إن شاء الله مازال عندنا وقت باش يزيد يعمل التروشيكات هذه ويزيد طبعا التتويج بالنسبة لفريق النادي السفاقسي على المباشر فرحة كبيرة طبعا وأجواء متميزة في ملعب حماد العقبي برادس ألف مبروك مرة أخرى للنادي الرياضي السفاقسي هذا الفوز وهذه الكأس اللي حافظ عليها للموسم الثاني على التوالي قلت رغم الصعوبات ورغم المشاكل المالية والإدارية الفريق كان حاضر وأثبت شخصية كبيرة أثبت قوة وعزيمة ورباطة جأش وتغلب على كل الصعاب بفضل حماس لاعبيه وحبهم للفانيلا يقولوا في مصر الفانيلا الكحلة والبيضة وهذا هو الانتماء والشخصية نتاع الفريق اللي توقف في مثل هكذا مواقف وتظهر في مثل هذه المواقف شفنا واقعية من نادي سفيقس اليوم احنا قلنا قبل مباراة مباراة الكأس تتربح ما تتلعبش رينا لاعب جميل من مستقبل رياضي بالمرسى لكن واقعية من لاعبين نادي سفيقس اللي سجلوا في على أثر الهفوات يعني استغلوا الهفوات هذه وكانوا معنا تسبقين في تسجيل الأهداف ومبروك عليهم و... وان شاء الله انا فرحان بفريق المرسى ان شاء الله نكملوا نخدموا ونكملوا على إحنا باش نحطوا السعود ان شاء الله هذاك هو ترجع المرسى بلاصتها ان شاء الله. يلا امين شو بقالك من المباراه اعتقد حسمت في الشوط الاول وحتى في الشوط الثاني دخول قوي للمستقبل مرسى محاولات عديده لكن النادي السياسي كان صامد بقياده ايمن دحمان. مبروك لنادي صفاقسي عادل وسورتو كما كنا نحكيه على مستقبل مرسى مبروك لمستقبل مرسى يمكن اول مره في نهائي فما زوز متوجين انا نقول نادي صفاقسي توج بالكاس والمستقبل مرسى زاد نهنيوها على الصعود ونهنيوها على الباركور هذا ونهنيوها على الخدمه اللي تخدمت في العام اللي فات والعام السنه من الاداره من العباد اللي دايره بالمستقبل الرياضي بالمرسى اليوم مستقبل المرسى نجم هاني وهبن ويوب اللاعبين اليوم اللي موجودين زاد كيف كيف فما برشا اولاد اليوم يلعبوا موجودين طالعين من سونتر دو تاع مستقبل المرسى ااا آه كيما قلت عادل نادي لقطه لقطه متميزه من دحمان يعطي اشاره القياده اللي قالول اعتقد لقطه تجسم العقلية، تجسم روح المجموعة، تجسم معناها المحبة الموجودة باللاعبين لقطة متميزة جدا تلخص كل شيء في النادي الصفاقسي وتغنينا عن مؤونة التعليق والتحليل في علاقة بهذه المباراة يلا كما قلت لك عادل مباراة مباراة النادي الصفاقسي اليوم ربح مباراته بالخبرة مباراة النادي الرياضي الصفاقسي عرف في الشوط الاول كيفاش يتعامل مع المباراة عرف سورتو يتعامل مع الاغلاط اللي عملهم مستقبل مرسى اللي في الشوط الثاني مالغري عمل كل شيء البوسيسيون كانت موجودة عنده اللاعبين تحروا يمكن كي يدخل الميتون 2 0 ما عادش عنده ما يخسر تحرت تحررت نفسانيا الساقين تحت سرحت المستقبل الذي بمرسى القالي روبير نتاعو حط كره في القاع الحقيقه عادل اسامه العمدوني اليوم لاعب اليوم بامتياز يمكن نجم الجولتين في الكاس هذايا الجمعه اللي واليوم اسامه العمدوني اللي عاود اكتشف نفسه مستقبل مرسى اليوم ما عنده ما يحشم ما ينجم يكون كان فخور بروحه ما ينجم يكون كان فرحان بالباركور اللي عمله وان شاء الله حظ اوفر للمرسى قدام في الرابطه الثانيه ويرجع لبلاصته في الرابطه الاولى. يلا نرجعوا نعطيوا حق النادي الصفاقسي في هذا التتويج يعني عثمان مسيرة متميزة في سباق الكأس وأكثر من مرة يأكد نادي صفاقس أنه جاهز هذه المواجهة كل ما تصير عقبات كل ما تصير مشاكل كذا كان فما خلينا نقول الميدان كان هو الفيصل كان فما لاعبيه يفرقوا بين المشاكل الاداريه والماليه اللي يعيش فيها النادي وبين الميدان وقت اللي تلعب على باش دافع ضربه متاع سي اس, اس, اس وتعطي كل ما عندك وهذه النتيجه تتويج مستحق بكاس تونس ولا عاد انت جبت كل شيء تقريبا يمكن انا نزيد نقطه اخرى في الصوره اللي ذكرتها بين قعلول وبين دحمان زياده اللي هو نورمالمون لو فري كابيتان القائد الرسمي الحقيقي هو شادي الهمامي اللي ما ماهوش حامل شاره القياده لكن هو اللي عنده الدور الاكبر والاهم في الاحاطه باللاعبين ذوما بالثله من اللاعبين اللي اللي ساعدين كما حكيت جبت على الباركور نتاع النادي رياض الصفاقسي بصراحه معناتها صحيح توا كي نحكيو نقولوا الفرق الكل من رابطه المحترفه الاولى لكن نذكر لعب ضد النجم المتلوي في الظروف عصام كان نفكروا في الظروف اللي وقت فيها نجم المتلوي والسخانه الموجوده والنجم المتلوي معناتها فريق يلعب على تفادي النزول معناتها بصراحة وكمالة الباركور من نفس الشيء على اتحاد تطوين اللي منتشي بقاء وقتها تقريبا في الرابطة المحترفة الأولى نكمل مع الدومي فينال ضد النادي الافريقي بصراحة أهم حاجة شفتها هي حسن التعامل مع المباريات باختلاف الكونتكست الموجود معناتها نشوفوا ضد النادي الافريقي وقت اللي النادي الصفاقسي تحت الضغط خرج بالكرة بسلاسة بتمريرات قصيرة اليوم وقت اللي عارف نقاط ضعف المستقبل الرياضي بالمرسى لعب على الهجمات السريعة والمرتدة والكور اللي في العمق معناتها وخدموا على نقاط ضعف المنافس لهنا بصراحه حسن تعامل صحيح يمكن دوزيام اجماع معناتها كلي على المردود الممتاز للمستقبل الرياضي بالمرسى تقريبا في 45 دقيقه نسبه امتلاك الكره فاتت 60% في, في الشوط الثاني لكن النادي الرياضي الصفاقسي ما فيهاش الكره ما, فيه ما يخجلوش دخلوا في الجاستيون تاع الماتش في الجستيون تاع سكور نتاع 2 0 وكانوا بطبيعه الحال في الشوط الثاني مالجري الافضليه كانت في مستقبل رياضي بالمرسى لكن الهدف معنا ايمن دحمان اكيد مع عصام الزناوي على المباشر لكن الخط عصام مره اخرى مرحبا بك عادل كنا نسمع في عثمان نجار يحكي على الجيست اللي صارت في الكابيتانا مع دحمان وقعلول وشادي الأمامي يظهر لي الاسبريم تاع جروب تظهر في اللي ما هذاك علاش ربي بارك لنا في <applause> في <applause> ماتش كليب أفريقيا في الدقيقه 122 اليوم كيف كيف ما عملناش اومتام الحمد لله ربي وفقنا لنا البوندو الاول والثاني برافو للمرسى اعطيهم الساحه مع مثال بالنسبه لنا المرسى لعبت تخدم على الرواحه ووصلت للفينال ان شاء الله الجاي خير لهم هما اليوم كتشوف الصفاقسيه كل فرحانه في تونس ان شاء الله نروحوا ونفرحوا مع بعضنا شي دي الهمامي قالوا منجحنا كان بالسوليداريتي منجحنا كان باللحمه واحده يد واحده هذا هو اللي باش يحطنا ديما نقدموا هذا هو اللي باش يحط الملاعب ديما يقدم ان شاء الله سي اس اس ديما ما يقول وقت تدخل في كريس تجيب ولادها وبولادها تطلع على البوديوم صحيح معناتها اليوم الكرة ولات في الكرة ولات روح أكثر من كل شيء اليوم مريت ملاعبيها لعبت الكل بروحها بقلبها في التيران الحمد لله هذا مثال احنا نقدموه في نادي الاتفاق سي سي اس ما داقف على حد لا دحمان لا غيره وان شاء الله الجاي خير ان شاء الله يعطيك الصحه ايمن عادل خليك معنا باش نمشيو للمدرب وكذلك رئيس النادي باش ناخذوا ناخ... معنا رئيس النادي رئيس الهيئه التسييريه يظهر لي انجاز بولاد السياسات ما, ما كانش ينتظروا حتى واحد لكن السياسات اس ديما ولاده وبولادة على البوديوم و... سي اس ب... ما... نادي التتويجات نادي الالقاب نادي البطولات سموها جون فندوس العرب وافريقيا، مو شكاكا معناها هاك تشوف انت وليدات صغار 18 و19 عام وراوا اللي اللي هما على قدر المسؤوليه لان وقت تلبس المريول بتاع نادي السواقسي تولي مسؤوليه وتولي يخرج منك حاجات ما كناش نتصوروها، على كل حال نحب نشكرهم ونشكر الاطار الفني، نشكر كذلك هل الديناميك الموجوده اليوم في النادي الرياضي السواقسي الداعمين، الداعمين الجدد، الداعمين التقليديين، العائله الموسعه، الناس في الشباب اللي جاوا معناها ويحبوا يمدوا يد المساعده باش يخرجوا النادي ربما من الصعوبات اللي فيها ولكن نحب نشكر ايضا بخلاف المدرب والاطار الفني واللاعبين نحب نشكر الجمهور هذا شوفوا الجمهور هذا ما هو الا نزر قليل من جمهور القاعده الشعبيه العريضه النادي الرياضي الصفاقسي انا نقول هذه رساله تقول انه صفاقس والنادي الرياضي الصفاقسي وجماهير النادي الرياضي الصفاقسي والانديه اللي تعمل في صفاقس بحاجه وبأسرع من أي وقت مضى إلى ملعب يليق بصفاقس ويليق بجماهير صفاقس وبالفرق اللي تنشط في صفاقس. زاد رساله مضمونه الوصول من اللاعبيه ذوما صغار انه رجالات النادي الرياضي الصفاقسي يتلموا مع الاكيب هذيا خاصه النادي الرياضي الصفاقسي مقبل على بطوله وعلى كاس الكاف وبرشة تحديات جديده. انا نقول ادعو من بهذه المناسبه كل احباء النادي كل الناس اللي عنده اللي عنده شويه واللي عنده البرشا انه مع بعضنا نرفعوا قبل كل شيء العقوبات عن النادي الشخصية كان نحبوا نمشوا بعيد هذو شبان ممتازين شفتوهم الفولونتي اللي عندهم ولكن نحن بحاجة إلى رفع هذه العقوبات حتى نستطيع أن نطعمهم بعنصرين وثلاثة اللي يكونوا حقيقة يعطيوا الإضافة باش نواجهوا بها الموسم ونواجهوا بها أيضا الكاس الأفريقية إن شاء الله إن شاء الله في أقرب وقت ثم وعود ثم إرادة في أقرب وقت تترفع العقوبات باش نشوفوا المستقبل بلون اكثر ورديه صح <تصحة> محمد, <تصحة> محمد> عاد خليك معنا في انتظار نكمل ان المدرب كريم دلهوم ناخذوه على المباشر في التاسعه معنا في البلاتو ها ننتظروا معنا ديما تعرف الزملاء هذا الكل نتيجه اليوم <سؤال> كريم يعطيك الصحه كريم من كريم الكريم كريم يظهر لي ماتش كبير تحسن في نص لعب وتيتر مستحق نادي رادس وهذه نادي رادس فيقسي الولاده سواء مدربيها من ابناء النادي او بملعبيه الحمد لله الحمد لله على التتويج هذا أه فاسيل حتى اليوم ضد مستقبل مارس في الشوط الثاني حتى كي سجلنا الهدف الاول كانوا هما دخلوا خير منها في المباراه أه دونك هنا وناسو جيري معناتها لي مومون فور نتاعنا وسجلنا والناس مزيدوا سجلوا كيف, آه كيف كيف هما جاهم دي موفور فور كيف كيف دحمان كان موجود ولا دفاع عملنا اخطاء اليوم الفينال تعرفها تتربح ما تلعبش الحمد لله علينا الكل لو بلوز امبورطون العباد كل الكل اللي جاوا يروحوا فرحانين وكي تروح معناتها تشوف بلاد كامله زيها هي. هيك هو الاوبجيكتيف نحب نشكر الهيئه التسييريه القديمه اللي اعطت الفرصه لي هذا وكيف كيف الهيئه التسييريه هذه خاطر تعرف انت هيئه تسييريه جديده كانت نجم تشوف اللي هي ما المدرب هذا ما عندوش مكان عنده طموح اخر وكنت نجم نقبل معناتها بكل ترحاب خاطر كل اداره كانت من نهار الاول كانوا مسانديني واعطوني الفرصه باش ن... باش نكون موجود على في نصف نهائي ضد نادي افريقي وانتصرنا واليوم روحنا بالكوب ان شاء الله نادي الصفاقسي الكل ان شاء الله وانت يا المدرب الاول على راس النادي الصفاقسي بعد فتره عديتها في الاجواء مع كلكم مدرب واول تيتر شخصي اللي كنت على الصعيد الفردي يظني مش يكون عنده طعم خاص ومش خليك في تحدي جديد سورتو مقبلين على بطوله وكاس الكاف بالنسبه للنادي الصفاقسي اول حاجه معناتها أننا نحب نادي الكاس هذا اللي هو مساهم فيها سينابيل كوكي كمدرب عملنا له عمل تروا ماتش اليكسيرير وربح مع سي قيس الغطاسي مواد بدني وسعاد الزويته اللي تحول النادي الافريقي سنة كيف كيف كان معنا تروا ماتش مي خاصه سينا سينابيل كوكي اللي ما مساعد وانا مع اخويا الكبير هذاك أه نتخيله فرحان برشا توا أه قعدت نستنى برشا في الفرصه هذه خدمت في في ليغ 2 خدمت عاود رجعت كمساعد جاتني الفرصه بتتر تخوف كي تشوفها على الاول باللي في نقص مي كنا معناتها حاضرين بسيكولوجيكمون للطاش هذه الحمد لله نادي لاد ولاده في كل شيء كي تشوف انت الاداره كيفاش ساره توا لعبت كل قربت ان شاء الله يزيدوا يقربوا العباد الكل وباش يخرجوا نادي لاد سفيرسي خاطر ديما نعاود نرجع نقول لو بلوز امبورطون نادي يخرج من الظروف الماديه الصعيبه اللي هو فيها ويخلص الخطايا احنا من من بلاصتنا خدمنا خدمتنا باش نسهلوا المهمه هذه بتتويج ان شاء الله العباد الكل تقرب وتعاون النادي ان شاء الله يعطيك الصحه كريم عاد كنت تسمع كنت تسمع في يضر العقليه احترافيه يحكي على نبيل كوكي في الجزائر هذه تصريحات خليكم مع بعض الصور في انتظار تصريحات أخرى من ملعب أخرين طبعا نبقى مع هذه الصور المباشرة من ملعب حماد العقل بيرادس وفرحة أحباء ومسيري ولاعبي نادي سفاسي بالتتويج بهذه الكأس أكيد تتويج مستحق تتويج جاء بعد تعب كبير وبعد مسيرة متميزة واجه من خلالها أندية كبيرة تنتمي للرابطة المحترفة الأولى وبالفعل من حق اهالي سفاقس واحباسي اساس ولاعبي ومسيري نادي صفاقسي ان يحتفلوا بهذا التتويج ويحتفلوا بهذه الكاس الجديده اللي حافظوا عليها بعد فوزهم السنه فارته بنفس هذه الكاس تقريب اليوم معناها ما نصورش هيئه مديره تدخل معناها بعد شهر ولا اقل من شهر ما نتصورش هيئه فرحانه كيما الهيئه التسييريه نتاع نادي الصفاقسي لكن مع هذه الفرحه عصام اليوم مسؤوليه ضعفت واحلام الجماهير باش تكبر على اساس البناء ومواصله البناء انطلاقا من هذا التتويج اكيد عاد المسؤوليه زادت كبرت وشفنا المساج اللي قاله سي محمد طرابلسي رئيس الهيئه التسييريه الحاليه انه التتويج حتى كريم نفس الميساج مع الاثنين قالوا التتويج هذا ممكن يسهل ويزيد يقرب اكثر ناس مش نخرجوا النادي الرياضي السفيقسي في اقرب الأجيال من المازق اللي هو فيه مع الفيفا يخرج من الملعب من الانتداب ويحسن الرصيد البشري ويطمح انه يعمل موسم طيب الموسم القادم عنده عليه يبني اليوم الموجودين اللي الموجود ولا البازا اللي هي ابناء النادي ممتازين وظهروا لعلو الكعب بتاعهم في زوز مباريات هذوما لكن لازم تدعيم لازم تدعيم في بعض في بعض المراكز بلاعبين كلك سوا توانسه واللاعبين أجانب يزيدوا يدعموا الرصيد البشري بتاع النادي انا الحق فرحان برشا الكريم بالحق فرحان ياسر لانه ابن الجيل تايل لعبنا مع بعضنا قال استنيت برشا الفرصه هذه جاته في جاته في في مرحله صعيبه واي انسان صعيب ياسر انه يقبلها هو قبل التحدي وقبل انه الفتره الصعيبه هذه لازم ابن نادر رياضي الصفيقسي انه هو لي اكيد قعلول مع عصام مباشره من رادس عصام لك الكلمه من جديد تفضل عاد مرحبا بك قدامكم كما تشوفوا في كوب تونس عند محمد الهادي قاعد كيبوس يبوس فيها محمد الهادي يضر لي ماتش كبير وتيتر تعب عليه نادر فيكسي بالوليدات الصغار والنتيجه كانت الفرحه هذه متاع جمع والله يقبل كل شيء الحمد لله ربي ربي وفقنا كما تعرف وليدات باهين صغار الحمد لله يبداوا الكارير نتاعهم بتيتر وان شاء الله ربي وفقهم ان شاء الله شفنا جيست كبيره من شادي الهمامي وايمن دحمان معك انت عيطولك عطوك كابيتانا وهبط بتيتر يظهر هذه الاسبري في, في السياسات كي نقولوا أخواته عائلة واحدة عائلة واحدة والله يكلمك احنا عائلة واحدة آه معناش كما نقولوا عناصر بيرز الحمد لله عنا جروب عنا مجموعة مشينا بها لبعيد وما زلنا مشينا بها لقدام إن شاء الله عادل هاو على تصريح قعلول خليكم تشوفوا في الكوك مباشرة عند قعلول ونخليكم زاد نرجعكم بصورة وسوت في انتظار تصريحات أخرى شكرا لك عصام الزناوي اذا قالوا برشا انتماء برشا جرينتا برشا محبه وخليني نقول برشا تواضع وبرشا صبر يعني صعيب تلقى حارس معناها بناك ويعرف روحه ما عندوش ربما حظوظ كبيره قدام دحمان لك مع هذا ثابت في مكانه وقت اللي جاته فرصته عام عليها واكد انه جدير بحراسه مرمى النادي الصفاقسي حارس في بلاصه واخر نجم يمشي لجمعيه اخرى يقول كان ما قعدش بناك يعني ما عندوش حظوظ كبيره باش يلعب لكن مع هذا تحس برشا فخر بالانتماء للنادي الصفاقسي عيسى عاد اللي نذكره مليح قلت انت ديجا قالوا وين جاته الفرصه بتاعه اثبت جدارته بحراسه مرمى النادي, النادي السفاقسي الموسم الفارض قالوا كان هو في المباراة المباريات الاخيره بتكاس كان هو الحارس الاساسي لانه ايمن دحمان تعرض للاصابه وكي نادي رياضي هذا اللقب اي في اول تصريح القالول قال نهدي اللقب هذا لايمن دحمان اللي هو ما كانش موجود معنا من نقاط قوة النادي الرياضي سفيرسي وحكى عليها حتى طارق سالم مدرب المساعد في الندوة الصحفية قال النادي رياضي سفيرسي اليوم يمتاز بالمجموعة عامل المجموعة راهو ما يتخلقش في كل في كل فريق ثم فرق تقف على اللاعب ثم فرق عندها تمتاز بـ 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 بفنيات بعض اللاعبين، نادي الرياضي السفاقسي اليوم يمتاز بمجموعة ممتازة، مجموعة شابة، يكملوا بعضهم، اليوم كل مرة نادي الرياضي السفاقسي قلنا كان تتذكر في الدور النصف النهائي أنه كيفاش نادي الرياضي السفاقسي مش يقابل النادي الإفريقي وخرجوا منه ستة لاعبين أساسيين، وشفناه لعب بالند بالند وفي فترات كان أفضل من النادي الإفريقي. بعد الانتصار من النادي الافريقي الناس الكل اصبحت تحكي كيفاش النادي الرياضي الصفاقسي مش يلعب من غير السته لاعبين وما غير ثلاثه لاعبين اجانب اللي هما كانوا القوه الضاربه في مباراه النادي الافريقي الا وانه النادي الرياضي الصفاقسي ظهر مره اخرى انه الحاضر يززي باللغه الدارجه الحاضر يظهر امكانيات تخول له كما قلنا انه ينتمي لنادي عريق اسمه النادي رياضي سفيقس مره اخرى مبروك للمجموعه هذه مبروك شادي مبروك شادي الهمامي اللي هو قائد فريق ضمن ضمن القائدين ولا القائمين على النادي على المجموعه هذه في النادي الرياضي السفيقسي مبروك للهيئه التسييريه السابقه وخاصه الهيئه التسييريه الحاليه لأن الهيئه التسييريه الحاليه رجعت الروح لكل السفيقسي بالحق منذ قدوم الهيئه التسييريه الحاليه الا وكل السفيقسي اصبح يطمح ويحلم انه النادي الرياضي السفيقسي قادر انه يمشي لبعيد قادر يرفع الالقاب قادر انه يرجع في الشامبيونات يرجع في الكاس الافريقيه قادر انه يمشي لبعيد لو كانت تتوفر الامكانيات الماديه نادي ردي اذا كان عانى في المواسم الفارطه هو من الامكانيات الماديه الشحيحه صحيح سنوصف خماخ ما سيرتا وفر برشا امكانيات ماديه لكن ما سيرش مليح ثم جات هيئه تسييريه سيرت لكن ما وفرتش امكانيات الماديه سير يقول احنا ما سيرش مليح لا سير لكن ارتكب, أرتكب أخطاء, اخطاء كما أخطاء. اي مسير نجم يرتكب اخطاء, بالضبط. أخطاء. بالضبط. لكن وقت اللي واحد يعطي 25 مليار من فلوسه بطريقه او باخرى الناس كل مساهمه في هذا النجاح ما فيهم الشبان اللي معنا كانوا موجودين في فترة جو كونفيرم كلامك كونفير انه وفر امكانيات ماديه لكن بتيتر ما في الطريق الصحيح ممكن تسيريا صاروا بعض الاخطاء لكن لعب برشا لاعبين شبان راهو جراس مصفخ مخمو اليوم طلع ونعرفوا هو سياسته انه تعويل برشا على الشبان ثم كما قلت جات الهيئه التسيريه لولا برئاسه سي سلامي ربي يشفيه حاولت تسير في الاتجاه صحيح لكن قاعد ديما المشكل المادي اليوم جات هيئه تسيريه جديده ان شاء الله توفر الامكانيات الماديه ان شاء الله الناس الكل تقرب ان شاء الله نشجعوا اللاعبين الشبان هذوما عندنا علاش نبنيو جودي بيان راهو اللقب ممكن باش يقرب برشا ناس باش يعطي حق برشا ناس وان شاء الله يرجع للعنف وين بتاعه شادي الهمامي موجود مع عصام الزناوي على المباشر وفرحه كبيره واشاده كبيره بمردود هذا اللاعب تحياتنا ليه يا عصام نقولها من خلال كل الحضور شادي يسلموا عليك الولادة الكل في البلاتو عادل عصام مرداسي عثمان النجار الناس الكل موجودة اشاده كبيره لك انت كان يحكي عصام مردسي يعني في العمر هذايا قائد فريق ومدرب على الميدان لي مش بالساهل ونقدروا تاع الولاد هذايا فينال اللي هي تتويج وفرحتوا جمهور نادي رياضه الحمد لله الحمد لله بالحق لقب فرحت به برشا اولا الظروف اللي كان فيها الجمعيه ما يخفش عليكم معناتها عملنا بدايه موسم صعيبه الحمد لله في اخر الوقت تمدت رجالات النادي حطت في اليد الشيء ما, ما نجم كان يعاوننا فرحان برشا للشبان اللي في اول نصف نهائي وفي اول نهائي ويتوجوا بكاس تونس في السنه ديال ما نجم كان يعاوننا احنا كفريق وشيء شرف في نفس الوقت فرحان للكوتش كريم دلهوم في اول تجربه ليه الحمد لله يعني نادي الصفاقسي اليوم لقى شبانه قابلة جمعيته وإن شاء الله ما يتنجم تكون كان هذه بادرة في بداية موسم باش تخلينا نخدموا أكثر ونركزوا على بقية المنافسات طيلة الموسم هذا إن شاء الله. في السنوات الأخيرة سبيسياليتي كوب آه وصل قداش من فينال عم ناول لقب المحافظة عليه يظهر لي نجم نقولوا حتى في الأزمات تعرف كيفاش تفرح الجمهور وتاخذ لو ماكسيموم بوسيبل من لي تيتر. صحيح صحيح آه الحمد لله الكاس هذه استحفظنا عليها قعدت في سبيغز. آه نهاية الموسم اللي فات كانت آه كانت خائبة كانت باهية كنا نجم ونعمل ما أحسن لكن كما قلت لك نفرح باللقب هذايا ونفرح جماهيرنا ومن بعد نرجع لخدمتنا نرجع لتحضيرات بقية الموسم الموسم ما يخفش علينا مش يكون سهل مش يكون صعيب ان شاء الله لكن المجموعه هذه مش تحاول تخدم وتقدم احسن ما عندها باش تخلي نادي صفاقسي ان شاء الله في مكان اللي يستحقها برشا يتسالوا على الروندمون بتاع تاع شادي الهمامي في العمر هذا تبارك الله سبري معناها ممتازه حضور بدني حضور ذهني برشا تتسال العباد برشا متفاجئين وبرشا مش متفاجئين من اللي تكنسها خاطر يعرفوا شادي الهمامي شنو الحمد لله كي تكون الرغبه موجوده وخاصة كي يكونوا معك شبان كيما هذا ما تنجم كانت تنافسهم ما تنجم تعطي ما أحسن ما عندك. آه الحمد لله. فوق البلاصة يولي وحدة. آه وي البلاصة ما فيهاش لعب هذا أنا ما نكذبش عليك. من اللي طلعت لي سينيور لليوم بنفس العقلية بنفس التفكير نحاول نعطي أحسن ما عندي في التمارين ولا في المقابلات ونحاول خاصة في الوقت هذا نعاون الناس اللي موجودة خاصة الشبان هذوما نحاول نعطيو ليكزومبل باش نخليه إن شاء الله عقلية باهية في في النادي إن شاء الله. يعطيك كما كنت تسمع يظهر لي عقلية احترافية بصراحة من اللاعب هذا مثال يحتذى به هكا تقريبا حاولنا ناخذوا لو ماكسيموم من الملعبية والتصريحات خلوكم مع شوية صور على المباشر للاحتفالات نتاع ملعبية النادي السفيقسي بالكأس الثاني على التوالي والسابعة في تاريخ النادي الرياضي السفيقسي طبعا نواصل مواكبة احتفالات لاعبي ومسيري نادي الصفاقسي بهذا تتويج صور تأتينا مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس سكيد فرحة كبيرة وتصريحات فيها برشا فرحه وفيها برشا فخر بالانتماء وبرشا فخر بكسب التحدي، تحدي المشاكل الماليه، المشاكل الاداريه، بعض خلينا نقول الانفلاتات اللي صارت يمينا او شمالا، وبعض خلينا نقول حاله التململ ايضا، وبعض الياس اللي صار لكن لا ياس مع الحياه ولا ياس مع كره القدم، خلينا نمشي لعادل زامول اكيد باش نادي رياضي بهذا التتويج وايضا يهني ثالوث التحكيم على مردودهم في هذا العرس الختامي عادل كما قلت عادل نهنيو النادي الرسفيق على حصوله على الكاس وكذلك زاد مستقبل مرسى وصوله فني للدور النهائي في الظروف اللي هو فيها وكذلك زاد الحكام اللي اللي راهنوا عليهم وعملوا مباراه محترمه الباهي انه خلي الحكم معناها مباراته محترمه لكن اليوم اليوم شفت زوز مساعدين من الطراز الرفيع جدا بالحق معناها هدا عفين الحناشي قاموا بمباراه ممتازه جدا دوزيامي تو ما فيهش معناها حتى شيء معناه يذكر في المباراه الكل معناه جين عليه في البريمير ميتون تقريبا حتى اللاعبين عادل ساعدوا كانوا منضبطين اللاعبين وخاصه البدايه القويه بتاع الحكم على مستوى التعامل بجديه انه وبحزم لا تاع لي كارتون نتاعو فمن بقوه عطات مفعولها خل... يعني عطات مفعول احسن لقطه في المباراه هي اللقطه اللي بين الحكم وكريم دلهوم وشفنا فمني صحيح كريم ميلي بورتي ما يعملهاش في كوب دافريك, في دافريك يعني ان شاء الله ما يعملهاش في كوب دافريك خاطر ما يسيبوش المره هذه هاكا خذا افيرتيسمون يعني كي يخرج من يخرج السيرفاس تكنيك نتاعو فمني فوتاتر معناها ميفيون في الحكايه هذه كريم هو عاقل برشا لكن يبدا امبورتي باللعبه ولقطه كانت حلوه مع الحكم وقت يقدها جات حلوه اما لقطه حلوه معها فيرتيسمو يا خويا خلي لفيرتيسمو وقعد في بلاستك تكون آه تكون احسن حاسيلو في الاخر برافو بور لي برافو للديزينياسيون اللي صارت يعطيهم الصحه آه ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا المستوى هذايا في آه في الشامبيونان ونشوفوا زاد افار كيما نتاع اليوم يعطي الصحه زاد هيثم جروسو حتى على مستوى التنظيم يعني كل شيء كان ممتاز كل شيء كل حاجه نسجع باش يرجع الله. الجمهور وتستعيد المدرجات حيويتها وجماهيرها من خلال المباريات ما نتصورش انا مباراه تاع كره قدم تصير ويكلو يعني بصراحه بين مردود ينجم يلعب اللاعب وبين مستوى ينجم يظهر وبنا اونفي نجم يكون حاضر في مقابلات معناها تستدعي الدعم ديما الجمهور يعمل الجو تحب ولا تكرس إيه. كانه رجل مسرح حتى تطلعوا في عسيرسان وما عندوش ناس تفرش فيه ما نجم يعطي حد شيء ما نعرفش عندكش صبي في الاطار هذايا وخاصه نداء لجماهير المرسى ان تواصل الدعم وتواصل هذا الالتفاف حتى يرجع الفريق الموقع الطبيعي. شفنا يعني عرس اليوم الحق الحاجه اللي زاد جبت الانتباه هي الروح الرياضيه ما بينزل في رق. ما بين الملاعبيه يعني فماش حاجه تعديت المعقول يعني كانوا ملاعبيه واعيين جماهير المرسى اليوم حفله كبيره يعني احتفال كبير ان شاء الله فهمت الناس الكل وتعدى الميساج اللي عندنا فريق لازمنا نتلهوا بيه لازمنا ندعموه لازمنا نخفوا لهم مشكور المدرب زاد سفيان الحدوسي اللي خذا الفريق في ظروف زاد ما عندوش برشا خاطر سفيان الحيدوسي اللي خدا الفريق والحمد لله رينا برشا حاجات زادهم نشكر عبد الكريم بوقرة اللي حضر الفريق واللي سعد به زاد عمل عمل جبار زاد يلزمنا نذكروه والجمعيه يعني اللي خدم خدمه كبيره ياسر ان شاء الله مرساويه كل تتلف ان شاء الله الدعم زاد للمسؤولين شفنا المسؤولين هذوما اللي اللي شادين توا اللي طلعوا بالفريق يعني كلهم لاعبين موجود يوسف المويهبي كمدير رياضي موجود دانيس الزريبي كلهم لعبوا في المرسى هذوما كرئيس فرع وجود نبيب بشعبان نائب رئيس وليد قداش المرافق هو للفريق الاكابر يعني تشوف انت اللاعبين كي دخلوا قربوا معناتها الثمار يعني جات في فيسع يعني ان شاء الله الفتره بتاع المرسى احسن احسن فتره توا في العشر سنين هذوما معناتها ان شاء الله الجماهير الكل تعاون الاداره هذه نتحدوا يعني ما عندنا حتى شيء مرسى شفت انت واضح مرسى صغيره ان شاء الله يد في اليد على ذكر المرسى صغيرة, آه. صغيرة, صغيره صغيره يعني صغيرة صغيرة ك... على مستوى تحكي على مستوى الامكانيات الماديه ماديه, مادية لكن و... كبيره جغرافيا, جغرافيا. تاريخها كبير اي آه جغرافيا. آه يعني جغرافيا جغرافيا يعني احنا نقربوا لبعض. حتى تونس صغيره جغرافيا آه. موجودين في كاس العالم موجودين في البطولات نتاع اليد نتاع كره السله نتاع الطايره اليوم تحيه تحيه لانس جابر يا زيد السعاده اليوم بعد قليل نشدوكم برشا مش خليكم الوقت باش تفرجوا اكيد جون جابر في الدور النهائي لبطوله امريكا المفتوحه للتنس تحياتنا وقلوبنا كلها مع اون جابر ان شاء الله اليوم تنورنا وتدخل الفرحة لقلوب كل تونسين ومرة أخرى الرياضة هي الوحيدة تدخل الفرحة للتوانسة نحكي على شوية شوية على الصغيرات وانت لاي بالأصناف الشابة في مستقبل المرسى شنية الأفاق شنية الوعود وهل يمكن للجماهير الجنوية اللي حضرت اليوم واللي تابعتنا على شاشة التلفزة تطمن على مستقبل فريقها بيان اليوم كما قلت لك قبيله مبروك للجنوية عن نويوذي مع تشوف قديش من جوور اليوم عثمان القروي ترايدين نويوي شوف ملعبية مع تلغريس. شوف ملعبية ولاد المرسى. اليوم عندهم كاليتي كبيرة. شوف أنا ديما نقول البرودوي تاع الكلوب هو اللي تعيش به الجمعيات معناتها كي تعمل اليوم سورتو كي توصل نوفو هذايا شفنا قداش من ملاعب اليوم ياسين الوزر اللي كيف كيف قداش من ملاعب اليوم تسوقتهم مستقبل مرسى ومن بعد شنو هو الفوتبول كي نحكيو قبيله كيما كنت تحكي على الجماهير سيت ان سبيكتاكل وسبيكتاكل هذاك اللي يجيب لك سبونسور وسبونسور باش تعيش به الجمعيات كيف كيف او نيفو او نيفو دي جون البرودوي تاع الكلوب هو اللي يجيب لك الفلوس جمعيات كيما مستقبل مرسى وجمعيات اللي ما عندهاش مداخيل كبيره كي تكون الملاعبيه من بعد تبيعهم تعيش منهم تستغلهم تعمل منهم فينالات نجم تعمل منهم مفاجئات ومن بعد نجم تعيش بهم اليوم المستقبل المرسى في ثنايا صحيحه المسؤولين عارفين رواحهم وين يحبوا يمشيوا وظهر لي الرئيس توفيق بن سيب كان عده سنوات رئيس فرع شبان في كره القدم معناتها يعرف كل كبيره وصغيره يعرف الامبورتونس نتاع التكوين في مستقبل مرسى اليوم قاعدين نشوفوا في ثمار نتاعها في السنوات القادمه كيف كيف نزيدوا نشوفوا معناتها مستقبل مرسى يرجع لبلاصته ويرجع الحجم الطبيعي اللي هو في الرابطه في الرابطه الاولى بالنسبه للكاس حاجه ماشي غريبه على المستقبل المرس. لكن وجوده في الرابطه الاولى مهم ومهم جدا، فريق عنده امكانيات كبيره، عنده انفراستركتور كبيره، عنده مداخيل كبيره وقاعد يصرف في فلوس برشا، دونك مكانه الطبيعي بين الكبار، آه اليوم آه ظهر لي المرسى كلها فرحانه ما عندها مناش تحشم عملت مباراه كبيره، برافو للستاف، برافو للستاف اللي خدم قبل عبد الكريم مقره، برافو لها برافو للاعبين. واضح برافو طبعا لمستقبل مرسى على المردود والمستوى وعلى هذا خلينا نقول التشويق اللي في هذا الدور النهائي عصام شو المطلوب اليوم من فاقسي كيفاش على هذا الانتصار وعلى هذا التتويج قبل ما نختموا طبعا الحسم تاع واكيد مطلوب حسين بين الناس الكل ويعملوا عليه قاعدين انه لازم الناس الكل تلتف حول نادر رياضي المسيرين الكل رجال الاعمال اللي قربوا هيئه الدعم عندها شغل كبير ياسر لازم تقوم به انها تزيد تقرب المدعمين تزيد اهم حاجه زاد بعد شهرين ثم انتخابات باش تصير ان شاء الله جهه مديره متكامله عندها كل ظروف نجاح لازم نادر رياضي في اقرب الاجيال يخرج من الملعب من الانتداب لازم نادر رياضي يعاود يبني روحه على اللي موجودين اللي اليوم حاجة مهمة ياسر أنه أبناء النادي يبشروا بكل خير لازم نبنيه على الإطار الفني حذاري جودي بيان حذاري أنه يتمس الإطار الفني هذا لأنه بالحق أنه إطار فني شجاع خذاء المسؤولية في أتعس الحالات ووصل النادي الرياضي السفيقسي للتتويج فمن العيب أنه يتم تغييره لو كان تتسوى الوضعية بتاع النادي الرياضي السفيقسي رأو النادي الرياضي السفيقسي صحيح يقولوا ثم مقولة تقال أنه من الرحم المعاناة يولد الأبطال و... ويجي الامل اليوم النادي الرياضي خرج ابطال ورجع فيه الامل اترافير اطار فني من ابناء النادي ونعاود نقول راه النادي الرياضي السفيقسي كل مره نجح الا بابناء نجح اسرت موب أنيس بوجلبان نجح الموسم الفارط حمادي دو نجح الموسم هذايا بكريم دلهوم ومن معه دونك ان شاء الله النادي الرياضي السفيقسي في صحيحه او باش نزيد ناكد لك علاش عادل في صحيحة. التصريح اليوم بتاع عبد الله العامري مهم ومهم جدا قال عرفنا نجاري والمبارات ملاعبي في العمر هذا يقول ان بدينا نعرفوا كيفاش نجريوا المباراه هذا يراه داخل في في بناء الشخصيه بتاع اللاعبين دونك فيليسيتاسيون للاولاد هذوما الكل اليوم التشكيله بتاع النادي الرياضي السفيرسي 80% من ابناء النادي خمسه منهم اساسيين في المنتخب الاولمبي ان شاء الله يواصلوا على العمل هذايا ان شاء الله مستقبل النادي بالنسبه للنادي الصفاقسي المثل التونسي مش في اللي في عينك احلام البرا بالضبط آه صحيح نحب ويقع رفع منع الانتداب عن ودي التونسيه لكن اذا عندك اطارات وكفاءات ومواهب بمثل هذه الكيفيه ومثل هذه الدرجه ماش حاجه للاعبين اجانب باش يجيو ياخذوا الفلوس وبعد المشاكل في الفيفا اذا عندك ملاعب احسن بكثير من اللي عندك نجيبوه لكن اذا ما عندكش ملاعبيه ممتازين وملعبيه ينجموا يعطيوا الاضافه للفريق عاد نعولوا على ابناء النادي وهو الدليل اليوم صرعوا نادي صفاقسي تعليقك يا عثمان اكيد معناتها اكثر حاجه يمكن اكثر من التيتر هي اللي معناتها كما قال عصام معناتها بولاد الدار كل شيء سور لو ستاف تكنيك جوا نفس الشيء معناتها هذيك اللي يزيد الامبلور ويزيد البنه نتاع التيتر هذايا نفس الشيء بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى يمكن بوتيتر كلمة باش نختم بها معناتها نشوفوا في الكورة في تونس قاعدة تغير فيها برشا حاجات شفنا الاتحاد الرياضي المنسيري في موسم استثنائي وتعرض على فكرة الاتحاد المنسيري يوم تعرض إلى مظلمة كبيرة إن شاء الله نرجعوا لها في النهار الاثنين على مستوى طبعا تسجيل هدف لم يقع احتسابه وبالفعل معناها مرة أخرى التحكيم الإفريقي يظلم النوادي التونسية ويكون سبب من الأسباب تعثرها او هزيمتها في هذه المسابقات. فضل. كيف كيف نضم صوتي لصوتكم ان شاء الله يلقى حقه وياخذ حقه لهنا ويلي كابابل معناتها دو سيرمونتي ريزولتان تاع ماتش عليه ان شاء الله. كيف كيف نفس الشيء مستقبل رياضي بالمرسى معناتها ليماج نتاع لي جرون فريق من رابطه المحترفه الثالثه موجود في نهائي الكاس بصراحه معناتها حاجه تبشر بالخير وان شاء الله كره قدم تونسيه من حسن الى احسن كل عام يعطيك الصحة عثمان النجار ايضا عادل زهمول على الحضور الشكر موصول لعصام آه المداسي تحية, تحية لصديق فريمو يتبع فينا برشا ويبعث لك تحية صديقي علاء ونقول له الله يرحم الوالدة يرحم الوالدة وتحية لي وتحية لكل الأصدقاء اللي تبعوا فينا من المحيط الخليج برشا تفاعل مع آه البث اليوم وأكيد لاحظتوا تحسن على مستوى جودة الصورة إن شاء الله دائما وأبدا نكون في مستوى انتظاراتكم ومستوى آمالكم وتطلعاتكم وأكيد أمين جارة نشكرك على الحضور صبي جبالة منورنا دائما وأبدا نحب من خلالك أنت نحيي كل أبناء الضاحية الشمالية وأبناء الجنوية على المردود على المستوى وعلى الجول الكبير اللي عملته الجنوية في العاصمة في الفترة الأخيرة استعداد لهذا الحدث الرياضي الكبير اللي هو الدور النهائي لكأس تونس مرة أخرى ألف مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي صفاقس صراحه ما, ما تفرحها كل الكرة بلاد منسيه على مستوى الاقتصادي على مستوى السياسي على المستوى الاجتماعي برشا مشاكل في صفاقس ونتفهم هذه فرحه كبيره مسفقسية لان بالفعل في حاجه الى فرحه في حاجه الى ملعب كبير يليق بهم وفي حاجه الى تجهيزات ومنشات تليق بعاصمه الجنوب او بالعاصمه الاقتصاديه الاولى في تونس حاب نشكر ايضا كل الفريق اللي كان معنا اليوم الياس بن صالح اللي ابدع في التعليق تحيه ليه وايضا كان معاه كان بن عمر اللاعب السابق للنادي الصفاقسي ولمستقبل المرسى ايضا التشكيل اللي كانت معنا على مستوى الاعداد والتنسيق فؤاد فتح عصام زيناوي عزيز الجباري وايمن الهذي في الاخراج كل الفريق التقني مشكورين جدا على هذا العمل نلقاكم باذن الله تعالى نهار الاثنين مع عوده برنامج التاسعة سبور في انتظار ايضا انطلاقا من يوم الجمعه باش يكون عندنا موعد اسبوعي ايضا اسمه المونديال نهار الاربعاء إن شاء الله نستضيف النادي الصفاقسي في مواكبة لاحتفالات الصفاقسية بهذا التتويج أكيد الموعد الآن مع بطلة العالمية البطلة العالمية نقول ونفتخر أنس جابر لنهار بشكون في المركز الثاني يعني على مستوى الترتيب العالمي نتمنى لها حظ سعيد موفقين إن شاء الله ديما فرحانين إلى اللقاء وإن شاء الله موعدنا نهار من خلال برنامج التسع سبور